شكرا جزيلا. أود أن أعلن للحضور بأن صدر بلاغ ملكي عن القصر الملكي، عين في صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حكومة جديدة بوزراء جدد. فأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الثقة المولوية السامية التي وضعها في خلال 3 سنوات مضت، على رأس وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. 3 سنوات أعطيت فيها كل ما يمكنني أن أعطيه من مجهودات وعمل وجدية ومسؤولية وانخراط شامل من أجل وطني ولوفاء للقسم الذي أديته أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفاء لله الوطن الملك. أود أن أغتنمها فرصة لأهنئ الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، وأهنئ السيدة الوزيرة نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. كما أود أن أغتنمها فرصة لأشكر كل من اشتغل معي في وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيد الكاتب العام، السيدات والسادة المدراء، الديوان بالوزارة، السيد مدير التعاون الوطني، السيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، السيد مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، كل أطر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وأطر التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني، وأشكر كل الشركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكراً على دعمكم. كل الشركاء الذين الجمعيات المجتمع المدني التي اشتغلت معنا، كل الشركاء المكتب الشريف للفوسفات، صندوق التدبير والإيداع، كل الشركاء نشكرهم وعلى العمل على مجهوداتهم وعلى التعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. أود أيضا أن دكتورة عواطف وسأكون دائماً في خدمة وطني بكل جدية ومسؤولية وصدق تحت شعار الله الوطن الملك. ابتداءً من الآن سأطلب من السيد الكاتب العام ترأس هذا الحفل البهيج، وأتمنى التوفيق لكل المترشحات، أتمنى لكم مساراً ناجحاً. كما أود أن أشكر اللجنة، اللجنة التي التميز التي قامت بعمل جبار على رأسها السيدة أما الصغروشني اللي هي وزيرة، وكانت توجه لها بالتهنئة على العمل اللي قامت به. تفضلي معالي الوزيرة معنا، معالي الوزيرة هي اللي غترأس الحفل. من أجل تسليم الدروع للمترشحات الـ12.
إذن في هذه الأثناء يتم تسليم الدروع للمترشحات الاثنى عشر المشاركات في جائزة تميز. نعرف بالمجموعة الأولى من المترشحات التي تضم ست مترشحات. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.